يعني زميلي، تحدثوا الزوار عن انه الخطة الأمنية تختلف هذه السنة، خصوصا احنا تحدثنا عن تفصيلات تتعلق بانه التركيز بها مثل ما أكدت وزارة الداخلية، مثل ما أكدت قيادة عمليات بغداد، انه يكون الاعتماد على الجهد الاستخباراتي والابتعاد عن قطع الطرق الا في حالة الضرورة القصوى. يعني انا اتحدث حاليا هنا بتقاطع جامع النداء اللي هو تتواجد به اغلب مناطق العاصمة وتتجه الى مدينة الكاظمية، ايضا المحافظات الشمالية تتجه عبر منطقة الشعب وتتواجد إلى هذا المكان. هذا التقاطع هو نقطة حيوية باتجاه الوصول إلى مدينة الكاظمية. مع ذلك يعني زميلي عمر، إذا نتحرك شوية تشاهد أنه حركة المركبات متواجدة لحد الآن بهذا التقاطع، التقاطع ما تم إغلاقه بشكل كامل، بالتالي هذا الشيء يشر لنا أنه أكو مرونة بالتعامل مع الخطة الأمنية. مثل ما تشاهد حاليا أكو مركبات تنقل الزائرين إن كان باتجاه منطقة يعني مدينة الكاظمية وأيضا من الكاظمية وصولا إلى هذا التقاطع، بالإضافة أيضا إلى طريق محمد القاسم. بعد هذه المركبات ما أعرف إذا يبين بالكاميرا أو لا الدنيا ليل، أيضا متاح لجميع المواطنين بالتحرك. بالتالي هذا اللي نشاهده اليوم زميلي عمر، إذا أمكن على اليمين نشاهد هذه المركبات، السيارات أيضا متواجدة تنقل الزائرين من مختلف المناطق، توصلهم إلى هذا التقاطع ومن ثم يبدون بعملية المشي. هذا اللي يخلي اليوم الخطة الأمنية يلتمسها المواطن أنه بيها فرق، صارك اختلاف في الخطة الأمنية، صارك تعاطي إيجابي أكثر، صارت أكو مرونة أكثر، هذا اللي خلى أنه الزائر يشعر براحة أكثر. نعم، بدل إذا ما تحدثنا عن الجانب الأمني وأنت تتحدث الآن عن الجانب الأمني، ربما اليوم يعني سمعنا عن محاولة إرهابية على الزوار وبحزام ناسف، أول أمس أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة، وتحدثت ربما عن الأثر الاستخباري. بداية، هل كان هناك تأثير، هذه الأحداث الأمنية أثرت على توافد الزوار؟ هل كان هناك تخوف لدى الزوار من حدوث أي إشكالات لا سمح الله؟ طيب زميلي، أتحدث وياك وأجيبك على هذا السؤال، وأيضا يعني نتجول قليلا تشاهد الزخم اللي موجود حاليا بهذا المكان، خصوصا احنا يعني نتجه الى جانب اليسار بجوار جامع النداء ومن ثم التوجه بشارع المشاتل وصولنا الى ساحة عنتر مركز منطقة العظمية. الكثافة اللي موجودة، الاعداد الكبيرة اللي موجودة تأشر وتأكد انه اليوم الاعداد اللي متواجدة من الزائرين هو اكبر دليل على انه يعني ماكو تخوف من اي لربما محاولات لمنع الزائرين من تأدية هذه الزيارة، خصوصا إذا تحدثنا بأنه هناك تطمينات أمنية، هناك إجراءات مثل ما يشاهدها الزائر، مثل ما يشاهدها المواطن بشكل عام، أكو تعاطي إيجابي، أكو وجود للقوات الأمنية حاضرة بقوة، وبالتالي هذا اللي يخلي نوع من الطمأنينة يكون حاضر عند الزائرين، وبالتالي يبعد عنهم اليوم الخوف، التردد، وأيضا حتى الشكوك بعدم المشاركة. لكن هذه التطمينات اللي موجودة مثل ما ذكرت لك خلت الناس اليوم تكون متواجدة. حاليا احنا هذا مثل ما تشاهد امامنا جامع النداء، وهذه هي اعداد يعني الزائرين، خصوصا احنا حاليا بهذا الوقت زميلي نتحدث عن شبه انتهاء للذروة فيما يتعلق بوصول زائري المحافظات، وايضا بدء ابناء العاصمة بالتحرك الى الزيارة. بالتالي هذا اللي يخلي اليوم الأعداد حاليا قد ما تكون بهذه الكثافة الكبيرة، ومع ذلك نشاهد أكو الزخم.